يم بالكنتور اللي قدام الباب. مين هذي؟ اوكي خل اقلب لكم التليفون. I'm sorry. بعتذر منكم كلكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يبا يبا ها حبيبي طفي لي الضوء اللي هنا. انا راح اقول شيء بس ما تحكي. ايه بعدين سوي هيك شيء. تعالي هنا يما الصواني اكو دقمه. دوسيها دقمه. تعرفوا شو يعني دقمه؟ دقمه يعني اقول لك صديقتي ايا صوفي تقول لي ما بدي اشوف. So guys اول شيء اقدر اقول لكم اياه بالحياه حبيبي عايشه شلونك دلال مبارك عليك الشهر يا رب. نوفا انتي ولج اللهم اني فاطر. اسمعوا اني امشي هوايه. اكلي حبيبتي بالعافيه اكلي عنب ولا تقولي لي هاج بالعافيه قلبي. لا انا ما اريد اكذب عليك. واو قصف زين. اني اعتقد عبوس يقول لي جعل ما حد غيرك يفتح بث. يبي شنو يعني لا يكون قلت لي بيبي. اذا قلت لي بيبي املخك. خلي افتح لايف متشبعه على فكره انت يمي وحد دخلين وياي باللايف. احب اقول لك هلا كبيره من الناصريه يمه يا خلينا نخاش. حلوين الشعرات والحواجب كلش. عمار عجبتك الشعرات والحواجب؟ اسمع انا ويا الحواجب ترى شويه احتاج وقت. نوسه تقول لا تطلعين صوت بالاكل ويع. طيني طيني عنب طيني طيني حياتي. حياتي انت حبيبتي فدوى للرقيق اللي ما يتحمل الصوت. روح نامي مرمر. سهرانة اليوم مرمر. السهر يضر بالصحة. لا والله حنام هسا. اقولكم خل اروح اجيب جيتر. خلوا ضي تحشي وياكم. لا 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 خليك حاجة ماني مرات. منين تعرفين منين؟ اي انزل مال هين انتي. هي انا مال هين. شنو ردتي؟ اطلق من يعاند يا شيخه. طلع اصلا بايدي. ها دا اقول هاي جابت لي انا كله كله هيك همي هنا انا ببطني. جابت لي ايدها اسوي لها مخليت ليش ما بدي. زين اسمعوا عن ايش بدكم نحكي لكم. واو اروح فدوى الحمودي المشتاقات لاني اللي يقول لي واو شمسه سهيل شمسه. اروح لك فدوى اني اروح فدوى للي يحبني اني. اقولكم اني هذه يعني الصراحه اطق شيء سويته هالفتره وكلش فرحانه عليها بس انه لازم تهدأ شويه. احبك واحب كل من يحبك. خمم ضوجتك البانكز الكورية بصراحة. وأنا كلش كلش آسفة إنه إحنا لايف ولازم أحكي هالحكي. شقت حلقي. يعني الله وكيلك غيرهم هم اللي بالصالون ما حد يعرف يسويها. بس يعني تغير الشكل ترى اليوم بالمية. لا يقتلك كتير يتقبريني تقبري قلبي. ريم عادي ابكي والله عادي ابكي. انا شكلت حاليا لانه ريم ماي كوليج از هير وصار لي هوايه مشتاقه لها. ما مضوجتها بالمكتب ما مسوي بيها مقالب
وهي تقعد في حال سبيلها تسوي شغلها. طبعا ما اريد اقول لكم شلون تقعد تسوي شغلها بالمكتب. المهم ريم حبيبتي اذا تشوفين انجازات زميلتك you'll be very proud. زين الميل الميل you'll be very proud of me. خايف مني بس لا تطلب مني دائما هسوي هالحركه باي ذا واي مو زين. حفظي البث ليش والله ليش ضي جيبي هالكرسي تعايمي الله يخليك. لا 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 ليش استحي اطلع مباشر. وي والله وي صدقه تستحي تطلع مباشر. وين اللحم في عينك في عينك اللحم في عينك. حجي اهرسك حجي اقصبك اطبخ من لحمك. That's why I can't go to the office while you are away. Reem, I love you so much, والله. And I miss you. If I'm gonna say anything, it's gonna be swearing. ورمضان الدني. ما بيصير, ما بيصير تغلطوا وتسبوا. اسمعوا, تازيلي رسالة يقولوا لي, you haven't paid your bill. And you still owe us money. Please, 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 شوفوا. Wow. You still haven't paid your bill and you still owe us money. إيه إيه شو أسوي لكم يعني؟ بارد. بيتي مو بارد أمي. أنتي ما أعرف شلون عايشة بالسويد. لا كلش بارد. شلون نمطق؟ أنا أقول لك هسه أسوي توتوريال مال تمطق دقيقة. فالج طيب. وينها هي المامي إن حياتش هي ما تحب تسويش ما تشيق. تشبهين سيرين ويا جبل بمسلسل الهيبة. منو هاي؟ سيري عبد النور. أسيل تقولي مرمر صوتك ليش عالي. أسيل وجهي عورني. اسمعي أحد يقول كل يوم مكان. أحمد هطلع لك من التليفون. والله استغفر الله. مرمر حلو هماتين الشعرات هيك منورة كلش كالعادة. شكرا تحياتي لك منور. طبعا هالقد ما الناس يقولوا لي منورين احس هيك حيصير حريق. دتاكليو ها هاي حياتي لركيكا. انا زعلان وشايل بخاطري بس ما احكي. وين محمد بن عمي؟ اريد محمد بن عمي يدخل الله يخليك عمي يعرف يرد عليك. عيونك تخبر في دول قلبك. دول قلبك انتي عشان تخلوني هسه اسوي مشاكل بالليل. Good to see you with good health حبيبتي اسراء. Thank you so much. May Allah bless you يا رب. عراقي سويس. Where are you? I was promised to see you girl like ages ago. Never happened. مرمر اليوم شكلك ما شاء الله الله يحفظك. جت اليوم على موعد غرامي في فارة الأحلام. قاعد يمي سدي يلعب تليفونه. لك أني أحب عفويتك. لك أني أروح لكم فدوة. أنت إيش دعوة هالقد حلوة مرمر. قل أعوذ برب الفلق وما شاء الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر. لا جيبي هذا أسهل. ما بيحل. بلا سخاف عايش بيج. ها. يلا خيطردونا الناس اللي جوا. باعوا اقولكم هاي 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 انا حصلت الحاي باي صح مو دا اقولك. لا تعي يمي واني عكسه ودي هذا الكرسي بس اسمعي. اوكي دخلت. ايوه تمام دخلت والناس جوا. انا حي هم تمطط حي العنوني حبيبتي تحبين. اوكي لحظه خلاص لكم زوم اب. يبو 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 اوكي. لا سوي هذا شلون اسده. اقول لكم لحظه تسخمنا 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 تسخمنا. تيرن اوف كومنتينج. هاي شنو يا معودينها شلون. اوكي دقيقه ايه خل اسوي زوم اوت. ياي هاي اقول لك حبيبتي نوسه موسى اللي ما عاجبك انا امطق ليش؟ لا الحق التعليقات ما حتلحقين اصلا. خليك من تليفوني اقول لكم هاي شنو؟
Can you please شلون انزل مرمر صدق وين احمد ايش قد قديمه انت ما تقولي ليش قد قديمه حبيبي لا اريد الشاشه شلون اني ويا ضي ها هي اوكي هسه هيك اوكي اب تو ديت بس لا تلزمي اطبخي دير بالك تطخي زين هاي شلون طالع باعي الله قلت لها لا تطخي استغفر الله يا رب تعي بدني شان بدني بدر وهسه اكتمل القمر ميرسي بوكو تسوين بجامة بارتي هذه اللي معك مين صديقتك لا مرت زوجي ايش يصدقون ايش السؤال ايش يعني منو مثلا انت بنت الجيران اي وحده شفتها جوا قلت لها خش تعالي وياي البيت هذه اكثر طفله معذبه عمي بالحياه دودي نيالك انت يم مرموره اني نيالي والله صراحه مرمر اقول لك انت الكناني الكياني سألتي 6000 مرة أمي حبيبتي إلا تخلين الناس يعني I don't talk to you but hi I'm Muhammad not to you محمد I love you كيكي do you love me أنا أحبك لا تحكي وياي أنا أحبك أنا أبقى أحبك حب من طرف واحد أحلى شيء الحب من طرف واحد تشبهك اللي جنبك شهد الجميلي مرة أوكي دودي قولي هاي دودي هلو. ممكن لو سمحتي انتي من انا تردين على الناس شوية اوكي انا مدى اشوف انا يقولوني ما دفعتي الفواتير الفلاش بعيني خلي اقهن لا لا بابا شبيك غير تبعين الناس تحكين وياهم اتفح فلاش بعيني مرمر شين يعني مدى سطر اخر مدى تسيطرين تقرين شوش انت يتحرك مثلا وين اللحم ابو الفيز اي لحم هذا صديقي هذا اوكي بن كومنت اقولكم قولوا له وين اللحم ضي شنو برجك عذراء قولي والله والله شلون انا وياك من تعارك انتوا البرج الوحيد اللي دائما على صواب حتى وان كنتوا غلطانين لا بالعكس انتوا على صواب احنا الاسد احنا دائما على صواب هذه هاي غير قابله للنقاش يعني اني نوسه قولي شنو كنتي تريدين تقولين ما كنت اريد اقول لك شيء بس لان تذكرين لك مطط كنت اقول لك انت كلش اولى لا وما لايق لك تكونين اولى لا حبيبي نوسه مو زعني مني استغفر الله انا كثير كلش ما احب احد يحط بخاطر علي وشقايه ثقيل ثلاث الشاقه والله عظيم والله شقايه ثقيل اللي طالعه وياك بحث ضروري اخذ كورس انوثه عندها ما شاء الله ما شاء الله ربي يحفظها ما شاء الله عشان كذا احبك كذا من ربي حبيته صدفه يوم لقيته بس الاسد والعذراء يتراهمون نعم يتراهمون اي يتراهمون يتراهمون الاسد والعذراء يتراهمون اي هلا وقلبي اشتقنا لوجه الغالي حبيبتي انتي اموت عليك وعلى اكونتك الحلو منو هاي البنيه نسيت لها الاكونت خلي اساعدك فتح البريد مرمر انتي برج الاسد اني برج الحمار يعني ما اقول لكم اتعس برج بالعالم خوش لما اللي بالعافيه هم يغطون وما يعتذرون لا لا شمهم يابس شرفك الاسد بس نازلون اني اليوم انتي شفتي بعينك حرام عليك بس اكثركم هيجي ها باعي هاي مال الذبيلي بسمار مال احد طايحه ثاني ما علي انا مو طايحه تعب اوكي انا دائما حتى لو احد غلطان وياي انا اقوله امانه مو اليوم شفتي بعينك نحكي على ابراج تعرفين بيهن ايه كلهن your energy supply is now at risk of disconnection هاي شنو حيفصلون لك ماما حبيبتي ثاني مرتبه بس باعي شنو اللي نفتحها اوكي اوكي نحطها هنا أنا. تريدين تفتحي لي بس واني اقرا اي ايش تسوين بي يا خير زين هنا تودي لي الاظرف ها قصدك الزباله الزبانه مرمر اليوم النفسيه ما شاء الله حلوه على فكره انا كل يوم هيجي اتعاطى هوا البارحه بي ارد انام اسمع واحد يضحك بالليل والله العظيم تعرفون بنص الليل جتني المشكله انا ايش دا اقول دا اقول خطيه هاي البنيه ترى اول يوم تشوفني احشولي عن العقرب راضوني ليش وخليني اروح ادور شو اسمه هسه اللي كنت لابسته ليش شكلي انا على المسمى شو
أنا أخويا العقرب يعني أصعب برج بالعالم. يعني هذا البرج أنا أقول لكم اختلال عقلي 100%. بالعكس الأسد شخصية حلوة وقيادية. اسمع يا واد اسمع. إيه ما دا أقول لك لا شخصية تجنن بس لعنها عدوك شيء. زين عندنا العناد فشي طبعا لان احنا برج العذراء. يلا احكي. الله فلتنا. شنو مشكله برج العذراء؟ برج العذراء احبه والله والله احبه والله. اخي والله تعليقات الاسد احسن شخصيه مرمر. متى والسرطان متى كتبت اعشق السرطان اعشق. تعي 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 مرمر متى شايفه كتبت كتاب؟ متى كتبتين كتاب؟ كتبين كتاب او روايه؟ ها انا على فكره والله العظيم اقسم بالله اخترعت اقول شلون. لا انا لانه دا اكتب حاليا كتاب اليوم حكينا بهذا الموضوع فدا اقول الناس شلون عرفوا. بس الكتاب لما حتقراوه بعكس الكتب اللي تقراوها العربيه اللي كل احد يحاول يسوي نفسه قدوه ومثالي وما ادري شنو هذا. أنا الكتاب راح أصلخ نفسي بيه. تعرف يعني أصلخ؟ يعني أتعرى من كل مثاليات وأريد أريد يعني كملي يعني مهاتي زين شي هو بس أخذ فلوس زين. وإحنا برج السرطان نعشقك والله والله أعشق السرطان. أنت فيه سرطان أنا هبي بس سرطان هو يكذب. برج الدلو أي إيه هو يكذب صح. اسمعوا انا سرطان هليالي. شنو برج الدلو؟ اي واحد برج الدلو؟ علاج للشعر. علاج للشعر لا سخنونا بلا برات. علاج بالشعر اسوي لكم تيتوريال. الجدي يبو شنو الجدي؟ ممكن تقولي لي بالاشهر لان انا ما اعرف. الجدي يصير ان شاء الله تفتحين الرابع. مو جدي الرابع الجدي قولوا لي جدي اي الجدي. انا اموت على برج العذراء. محمد يا حيوان. محمد برج العذراء جاي دبي سوي يعني تمارن من هسه سخن. اسوأ شيء رجال الجدي. اي واحد برج الجدي ممكن تفهميني؟ الجدي شهر الرابع اعتقد صح. لا بالعكس هو كشغل شغل. معي امي حبيبتي بس وخري شويه. وخري وخي 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 قومي قومي قومي. وين اقوم؟ قومي شوي. اوكي ما حيبين شيء. وخي اوكي. لا وخي بعد اوكي. اي ها هي تمام زين. الجدي نهايه 12 نهايه 12 لا الشهر الرابع من كان مستحيل نهايه 12 الجدي لحظه بني يقولون نهايه 12 بدايه 1. اقول لكم سوري سوري يعني قلت هيجي لانه اتذكر وحده. ايش رايك بامراه الحوت لونر يعني تحب تكون وحدها وما تحب تخالط. الشهر الرابع ثور دودي. اني احب برج الثور. احب برج الاسد يا عايشه يا اسد. طبعا هاي اللي يمي برج شو اسمه برج البرد. برج الثلج. برج الدب القطبي. عدسات اليوم سلوتي كم ضوجتني. هاي صديقتي همتي يعني ملونه هي عيونها حقيقيه تقول. اقول لكم شيء والله والله ما تعرفون ان شلون يستغلون الناس. اقسم بالله راسلوني شركه جدا معروفه قالوا لي نريدك تسوين برج الصيام نريدك تسوين دعايه مال عدسات. قلت لهم بس انا عيوني ملونه. قالوا لي ايه احنا نريد نسوي عدسات نقول ان هاي لون عيونك. I swear to God. قلت لهم يا جماعة هذا كلام ما يصير. ناس معلوم لون ملانة. أنا نفسي حصرتها بس على عيادة. تعالي قولي خدودك احنا مسويها. قلت ما بخدودي. اعترف يا ضيف. أنا الباحة فحصت خدودك. وشفت يعني الهوى اللي موجود بيها. وخشمي. وخشمك همينة. وجسمي. وجسمك همينة. تمام. كل الناس صايرة برج الكلب. أنا أول وهم قاعد اسمع أقول لكم فشي يضحك. اليوم واحد من اصدقائي كلش عزيز علي بيقول لي ما ادري قال لي هو سوى شيء كان اقول له والله العظيم انك انت على راس. كان يقول لي يا اخي شنو اعجبك ديب
قلت له إيه والله ذيب. شان يقول زين ليش ما تتزوجيني؟ لأن الكلاب. لأن أحب الكلاب. لا ما أحب الذئاب أحب الكلاب. زين. الولد اللي برج العقرب بيكون أخس شخصية وشايفين روحهم عند شوفة وقمة الأنانية والتفاهة. أخوش العقرب. العقرب؟ أعتقد الرجال يختلف عن المرأة. لا لا. بسينهم. اثنينهم نفس الزبل صدقوني. بس قلي لي شنو تشتغلون بدي أشل هذا محمد ابن عمي. والله قل لك ابن عمي. فلش كم شنو فتح البريد؟ شهر. بس. على الشهر؟ هذا يدزولك عليك 40 باوند طنشين يدزولك بعد يومين عليك 40 باوند طنشين يدزولك بعد 3 ايام عليك 40 باوند طنشين يدزولك بعد اسبوع ترى اذا ما دفعتي 40 باوند احنا ما خليتينا حل لانه نتخذ اجراءات ثانيه شنو هي الاجراءات الثانيه نجي للبيت ناخذ الفلوس مرمر شو وقت طلقتي وين عايشه والله عيب الاسئله اقسم بالله والله الناس وين وصلوا سؤال. ناس وصلوا المريخ اكو ناس اللي يخترعون شو اسمه هذا علاجات مع سرطان إيه؟ سألت السؤال خاص بيك لا والله احنا قاعدين نسوي نفس البيت ايش اسئله والله شنو خاشيني العسل اللي يمك ايش عبالكم نعاد ايش عبالكم ايش نشاق احنا أقولكم أريد أراسل البنك أقولهم بعد ما تدزولي شيء أطيح حظكم الله يقبلها محمد بس خلصنا على فكرة خلصنا البريد important information والله ما تاكلوا النعل هنطفي الضوايات والله سولفينا عن الميزان الميزان منو الميزان أي شهر؟ نهاية التاسع العاشر صح لو لحظة لا 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 أو لا سوري أو بداية التاسع لو نهاية التاسع ولا بداية التاسع بس هو عند برج اللي يمي شنو برجها قالت لكم قبل شوية العزراء أنت قررتي إنه تحطيهم هنا؟ أي ما تعطيني إياهم؟ لا أنت بتحب تشوفي زين أنا الميزان ميزان شو وقت 29/9 شوف محمد تبن عمي يعني أقول لك فتشي ابن عمي شيال همي أروح لك فدواني أكو هذا ذبه يما أني لو شو اسمه لو مو بتعمك شي صحيح التاسع والعاشر ميزان والله العظيم محمد أقسم بالله حبيبي شو هسه أهون أوكي سمحت حكاية بس شوفوا قربان وجهك الجميل اللطيف ثوفوا هذا منو ثوفوا العناب يرقصي شوي خلي لي هسه محكي حكاية اللي قعدت لك بالبيت تقوم ترقص لا تخليني العن أصلا عادي طلع حسابك ترى وتنتل زبالة من الميزان اوه انا الاسد يا جماعة والله احسن شي بالعالم الاسد لا العذراء كل واحد يمدح نفسه لا انا اقول لك احسن شي سرطان بس كذابين مو البنات الرياجيل أي. البنات جدا صادقات جدا ظلي مخربطة بالأبراج كلش عوفي موضوع الأبراج على صفحة زين شنو اي والله برو الحوت اقسم بالله برو الحوت حموج يا اخي انت برج بس الحوت يجنن انت برج ماكو منه والله اي والله العظيم الحوت يجنن تعرفين اني لما عاشرت الحوت قلت ما اعرف شلون يا بنات برج الحوت احلى برج بالعالم السرطان الرياجيل معروفين بالغيرة امين اوكي غيرة لا هسه فهمت لعد اذا انت الحوت والله الحوت شيء والله شيء الثور حبابات بس عنيدات
يبعد دور اني ذات اني يعني يعني اشوف اقول الثور شلون حيتحملها رجال والاسد. الله لا يشوفكم الجوزاء ان شاء الله، الله لا يشوفنا اياه. اني يعني الجوزاء اقول هذول شلون عايشين بحياتهم. انا ما ارد اعلق على الجوزاء لانه ما عندهم راي واحد، متقلبين. لا هو برج الانفصام معروف. الجوزاء انا جدا اسفه بس انه عادي اليوم ما في ما في ما في تمام يكرهك. واحد واحد انا الحوت زين. اقول لكم عندي 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 لكم سؤال. لحظه يريد اي عندي لكم سؤال. بما انه احنا هسه برمضان بس أمانة شوية يكونوا متصالحين ويا نفسكم ويكونوا صريحين بليز. الثور كذابين مو كلهم، اللي وقعتي بيه كذاب. والله الثور معروفين إنه بال لا هم يكذبون فعلا فعلا يكذبون هواي يكذبون ويصدقون الكذبة. عزة ليندا تقول أنا الثور، هم يخبلون بس ناس طيبين أوي. اسمعوا شنو أني أقول لكم فتشي بس أزعلون مني. أنا أشوف إنه رمضان في البلاد عبارة عن هاي شنو موعد خل أخبرهم زين. أنا أشوف رمضان أنتوا عبارة عن أنتوا طبعًا دا أقول لأنه إحنا هنا مو هيجي. رمضان عبارة عن تجمعات وعبالك واحد ما شايف الثاني صار له 6000 سنة والجدول كله فل يوم بعد يوم بعد يوم. شنو تحسون هو اللي لما لا بس اسمعي هو رمضان هذا شهر تتقربين بيه من رب العالمين، شهر شهر طاعة شهر عبادة. يعني الناس السرطان ما يكذبون، لا ما يكذبون السرطان. الناس كلهم يعني مفروض العالم كله ينتظرون شهر رمضان على مود على مود عبادة على مود تقرب من رب العالمين. حبيبي هسه ثاني دا بدي احكي على الاكل. الله انا احكي على العباده هي تقولي لي الاكل. ما عشان يلتمون على الاكل. اي بس انا تعرفين شنو دا لاحظه؟ ايه؟ انه الناس رمضان صار عندهم عباره عن اكل وجمعات ولبس. ما شفت احد مثلا قال اني هذا رمضان انجزت شيء رباني يعني ديني هيجي. ابدا ابدا ابدا. يعني رمضان دا اشوف الناس عباره عن عزايم 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 ولا انقلاب. هاي هانيا اي مس يو جيرل. ها كذي لا والله لا لم ولا شيء، امتحانات ودوام وجايينا فاينل. السرطان آلهة تكذب وربي. او ماي جاد امي كتبت لي باي انا برج السرطان ما كذبان وانت اسفه اسفه ماما اعتذر. باع اني خاله باعي والله اني ما اقول لك بنتك ما تفيدك اني افيدك خاله اسف عفوا عفوا عفوا. اني اشوف برج السرطان مكذابين. احنا مش مفهوم تحسين اهو حتشربون من الابراج اساس شلون نفتح الابراج؟ ما اني ما افتهم الافراج بالافراج منو. اوكي جايز اني شوي بدي اتقفل. هاي ضي عزة. ايه ضي باقي الله يخليش تعاي. هاي عزة ليش هاي ليش ليش عزة تقيل قدام الناس؟ ليش عزة؟ انا يحشو يا الناس ناس ميتين من هارين عليك. بحال صدق تستحي على فكرة اول مرة طلع لايف بالانستغرام تدرون اول مرة تطلع لايف. يعني اني هسه سويت لكم معروف على فكرة. يب هالشنو احكي يا الناس ايش كنت حقيره مره متحق وادي عيب عليك احكي. احنا السرطان نكذب بس من اجل الشيء الزين. اي صحيح لا هم شربتهم بيضه. ها هاي لين خاله اتصلت لك. الله يا الله صار لها ساعه طيحت حظهم. اكو عائله انعزموا حبيت جوابهم قالوا انسونا في رمضان نشغل بالعبادات ونعلم اولادنا شيء جديد عن الدين. والله والله اقسم بالله يا رب يا رب جاء هذا رمضان ابطل احلف. يا رب يا رب يا رب يا رب. اكو مره معروف يعني من عائله عندنا معروف برمضان ما تقدرون تعزموها لا هي ولا عائلتها كلهم. اثنين من اصدقائي شباب برمضان معروف انه يختفون لانه شهر عبادات. احنا ما شاء الله ما شاء الله حايرين بالاكل وحايرين بالعزايم
وحيرين باللبس وحيرين باللواقة بس هاي هسه صارت ما كانت قبل هيجي. أنا بس أقول يا رب يا رب يعني سامح سامح قومي ولا عمي ولا يابا. عبد الله السعدي شبيك شني زين هاي الحبايب مال حساسية تفيد ما خنطرتي؟ لا صدق؟ لا ان شاء الله شطيت وتخنطرين ما اتعب تدرين زين قولي قرع رب الفلق ما يحسد المال الا صاحبه ترى صفاء ال شلون صرتي مرمر طمنين عن صحتك حبيبي دائما تعيش بالخير شوفوا اعتقد ما يصير انه انتم تشوفوني بالمستشفى وبعدين ما احكي بالموضوع اني الف الحمد لله بخير ما أقول غير يا رب يا رب يا رب بحق هذه الأيام الفضيلة بحق هذه الأيام الفضيلة رب العالمين لا يكتب الأحد إنه يتأذى بصحته لأنه أموال العالم كلها ما تفيدكم ولا شيء الحمد لله ألف الحمد لله يعني الحمد لله كل اللي اقدر اقول لكم اياه انه الحمد لله وهسه لانه جسمي من جسمي صار يوم شنو اذا نحكي بالموضوع لانه مناعتي كلش 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 انخفضت من وراء الادويه والنسيان. من وراء العلاج ها والنسيان اشتغلت ذاكره اذكرها على كل شيء تخيلوا انه هالقد ما جسمي تعب العلاج والله العظيم حتى I cannot focus واحد احكي لي ايش تقولي لي هيك تسوي ربي ينطيك الصحه والعافيه عمري ما تساني حبيبتي انت مرمر شنو الجمال هذا يا الله ترى عبد الله هوايه 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 لطمت بس امي سمعناك حبيبي انت زين ان شاء الله ما تشوفين باب المستشفى طولة حياتك يا رب سونيا يا رب الله يسمع منك حبيبتي انت احلى دعوه يا رب يا رب يا رب أقول لكم فتشي حزن تعرفون ايش طلبت من أهلي وأصدقائي قلت لهم إلا تشوفون لا سامح الله لا سامح الله لا سامح الله إلا تشوفون وصلت الموت يلا تدخلوني مستشفى إلا تشوفون خلاص جسمي بعد ما دي يستجيب يلا تدخلوني مستشفى لأنه تعبت عمر يقول لي إنتي مركزة ويا عبد الله وإحنا شنو هاي عمر شلون تجين المستشفى وحدة جديات؟ منو قال وحدي؟ لا مو وحدة. لازم أصور. أهلي. بس لا على فكرة بالسناب مرمر أنت شوية تجيش طاقة أكثر. بس عف من تليفونش ترجعين. الوضعيتش كلش يعني إلا شوية يغمى عليك. سمعتوا؟ ها أول مرة أسمعها أنا. لا والله انتبهت لها من برحة اليوم بس زي التليفون تحت شوياكم اللايف شيء إنه صح صح بس أو في التليفون إنه خلص مرمر 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 اليوم إحنا الساعة 7 عدا ما عرفنا نص نسيت أنا الميزان هذا لازم هذا الميزان اللي تمشي بال محمد شباب بنات أريد أقول لكم شيء ضي أنت همينة سمعيني تمام كل أحد بيكم يشتغل أريد أنصحكم نصيحة لاحظت هواية مسجات توصلني على سناب شات يقولوا لي مرمر إحنا ما نعرف نجمع that's very bad that's very bad طبعا المشكلة إنه إذا أحكي لأحد عايش بالعراق أنتوا أصلا ما عندكم حسابات بنوك ما حد يعرفون تجمعون حتى إذا أقول لكم أني مثلاً indirectly سجلت بمكان وفتحت بي حساب بالعراق وكل شيء وكل الفلوس بالأبليكيشن ما حد يفهموني اللي أريده أنه كل واحد عنده حساب ببنك الله يرحمك يا صدام آمين أي واحد عنده حساب ببنك سووا تعالي لو سمحتي الناس نتباوع طلعوا مبلغ من سووا فتشي اسمه automatic transaction بالبنك او عملية اوتوماتيكية تطلع كل شهر من هذا الحساب
افتحوا حساب ثاني داخل نفس البنك، ولكن الحساب الثاني اللي افتحوه لا تاخذوا له كروت ولا تاخذوا له باسورد اونلاين بانكينج، تخلصوا منه. تقولوا لهم نريد نفتح حساب توفير بدون بطاقات سحب آلي، تحولون كل شهر، بس اعلمكم عن هالخدعة الله يخليكم، تحولون كل شهر من حسابكم 25% الى هذاك الحساب، واعتبروا شوف لو راتبك $100 بالشهر بس، طلعوا 25% من هذا الحساب اوتوماتيكيا تطلع، مو انتوا تروحون تسووها، تطلع اوتوماتيكيا عن طريق البنك عن طريق السيستم 25% تروح الى الحساب الثاني، ولازم ما تنسحب، ما تقدرون تسحبوها. شوفوا لو كنتوا عايشين ب $500، مجرد ما تشوفون ما عندكم غير $400 حتعيشون بال $400، مجرد ما شفتوا ما عندكم غير $300 حتعيشون بال $300، بعد فترة لما حتشوفون انه واو ده نجمع، حيصير هيك بنفسكم تجمعون اكثر واكثر واكثر، فخلوها عادة لكم. سيفينج اكاونت بامريكا عندهم. شو وقت اخر ما زرتي العراق؟ قبل كم اسبوع. صدق ما طفيتي؟ طفيتي؟ حبيبتي I am my own queen. تسلمين. طفيتي انتي؟ عشان؟ والله انك كنتي ذهب. اسمعوا تقول مرمر نصيحة لوجه الله، اترك نشر صورك، عمي ترى العين حق، يمكن لهذا صحتك دائما متدهورة، نسأل الله ان يشفيك دائما. اصدمك يا آية دي صديق، اصدمك بشغلة اخر مرة هواية كلش هواية عيني تأثرت بالموضوع وزعلت، زعلت قلت يا رب سامحني، ان الانسان احيانا بجهل بدون ما يقصد، فرب العالمين يرويك هواية اشياء ما كنتي تؤمنين بيها، لما يرويك هواية اشياء لا خلص تقولين لا اللهم اللهم امنت، لانه خلص تشوفين كل العلامات قدامك. أنا سيزات تقول شكرا على النصيحة حب، راح أسوي مثل ما قلتي بما أن عندنا ماستر كارد. كلش كلش الفكرة يعني تخبل. بعدك عندك السرطان؟ لا ألف الحمد لله، بس قاعدة أتعالج اللي يسموه وقائي. طفيت كتلت صح؟ دانيا حبيبي I love you so much، أنتي أجمل شيء صار لي والله. هذا اسمه اياد اعتقد ولد، ان شاء الله تدخلين المستشفى بي من تحملين وتجيبين حبيبتي. اوه حبيبتي انتي زنوبة، تسلمين يا رب حبيبتي، اكلي واهتمي بنفسك، انا متابعتك من يوم اللي شفتوكي مع لؤي وحبيبتوكي، الله يحميكي من كل عين. انا سارة من الموصل. اليوم نشربت ماي عشان كل ساعة جورج ماي. حبيبي انتي قلبي انتي والله، اليوم غصب هيجي تشربني مي لانه تعرف انه لازم اشرب. تنسى نفسها تنسى جواها. بعد عين الحق، بس انتي حالتك ضعيفة ومن تنضربين تفوت بيك، شنو يعني؟ المهم صح روحوا ناموا. اي حنروح ننام. طفينا. Where did you get your PJs from? All my PJs are either from Muji or from Uniqlo. I don't wear PJs from anywhere else. ما عندهم انستغرام؟ نزلي لهم. اوكي اي ويل. شو وقت تزورين سلطنة عمان؟ دودي انا لازم اجي لانه صديقتي علي عوض عندها صالون هناك، وتظل تنزل اشياء واني اشوف اموت قهر، واني بالعادة اروح العمان شغل، فاريد اجي. هاي حبيت نشوفنا. اوه برج العذراء. جرب الصحة والعافية. خلنا سعيد نحكي فيها. قولوا لي ارجعي لليوتيوب. انتي؟ ما عندي وقت.
امين يقول ياخذيني الدبي. ام دبي مال ابويا. احنا مو بدبي، احنا بلندن. من الصاروخ اللي قاعد يمك. اولا احترم نفسك، الفاظ احلى لو سمحت. مرمر يمكم وزعوا عدس بالحصة. وين يمنا يعني؟ بالعراق. ايه حبيبتي انتي دودي، اذا مشاتك العين شيلك، اذا مشاتك القاعد شيلك العين. سمعتيني ايش قلت؟ شكرا. وانسى حبيباتي تصبحون على خير. love you both. ايوه حبيبتي تصبح على خير. احنا هم حنام قفلنا. واليابا احبك امسي عمر. واليابا يعني شقل لك. اشبهك بكاثرين اللي كانت تطلع بمسلسل حسناء والوحش، هواية يشبهوني بيها. اسمر معي الصورة اذا تشوفون الصورة. شايفيها حطتها على انستغرام ولا مو شفتيها؟ شفتها انا بس هو مو لا شايفيها. الدلوي هذا الشخص بقى عيد الشرح مال البنك. افتحي حساب توفير بنفس البنك اللي انت فاتحه حسابك بيه. حساب التوفير اطلبي من البنك انه ما يزودك ببطاقة سحب صراف آلي لهذا الحساب، وسوي عملية تحويل اوتوماتيكية شهريا بقيمة 25% من الراتب. هاي وين سويتيها؟ هاي سواليها محمد عند فنان بريطاني جدا معروف. رمضان مبارك عليه. نفس البنك حساب البنك. لحظة. رمضان مبارك عليكم، ربي يعطيك الصحة والعافية. هذه فكرة مال البنك أريد أسأل عليها إذا يصير بنفس البنك. إي يصير بدون ما تسألي يصير. على خير. أقولكم صدق تصبحوا على خير. إحنا اثنيناتنا صح واحد من منا. اثنيناتنا قفلنا من 5:30 وقعدنا من 8. وان شاء الله كنا okay بالشغل 5 ساعات. ان شاء الله يا رب ان شاء الله افيدك. يعني اليوم من الصبح خطيه لحد المساء شافت عمال، شافت كل شيء. يعني مسكينه. اذا قولي شفت بلندن شنو اقول لهم؟ حتقول لهم شفت بس عمال واثاث وكونستراكشن وما ادري شنو. ها هي يا جماعه الخير. شكرا. حشينا تونسنا. فضفضنا حشينا على الابراج. قطعنا باقي ناس. نروح هسه نلف راسنا وننام بالعراق. ما اعرف ليش نلف راسنا بس المهم قومي نامي. تصبحون على الف خير ونشوفكم باذن رب العالمين اذا الله احيانا باكر او دي.